مرحبا، معكم كارمن شماس. اليوم بدي أحكي عن الجمعة 22 نوفمبر تشرين الثاني. اليوم الشمس، هيدا هو أهم حدث اليوم، أنه الشمس بتنتقل من برج العقرب لبرج القوس بتمام الساعة 3 بعد الظهر توقيت العالمي توقيت غرينتش، يعني بتوقيت بيروت الساعة 5 بعد الظهر. يعني كل شيء أي ولد بيخلق قبل الساعة 5 بعد ظهر توقيت بيروت بيكون بعده برج العقرب. طبعا كوكب المريخ موجود ببرج العقرب، اليوم القمر موجود ببرج الميزان كل النهار، فكيف بده يكون نهارنا اليوم؟ نبلش مع برج الحمل. بالنسبة لك اليوم مولود برج الحمل، الأجواء بالنسبة لك تقريبا فيها تكون غريبة نوعا ما، بناسبك وصول طبعا الشمس لبرج القوس، لكن لوقتها مطلوب من مولود برج الحمل الكثير من الهدوء والوعي والمرونة. مرق عليك 4 أيام أو 3 أيام خلينا نقول ما كانوا سهلين، لكن اليوم معقول يكون شوي بالك شوي قصير أكثر، ويمكن طالع بالك أنه ترتاح، لكن الظروف متطلبة. كثير من الناس يمكن اليوم بإجازة، طولوا بالكم على أحبائكم، بشكل خاص مواليد أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. اليوم مولود برج الثور طبعا من الأبراج يلي رح ترتاح ورح تنبسط انه القمر انه الشمس رح تنتقل من العقرب لبرج القوس، وهيدي مسألة جيدة بالنسبة لكم. حاولوا اليوم مواليد برج الثور انكم تحاولوا بقدر المستطاع انه يكون في عندكم نوع من تعامل او علاقة حلوة مع الاخرين، لانه الجو بيسمح لمواليد برج الثور انه يرجعوا يتقدموا ويرجعوا يزبطوا علاقاتهم، خاصة مع احبائكم، مع اولادكم، ويمكن حتى مع اشخاص تشتغلوا معهم كل يوم وبكل لحظة، فطولوا بالكم على الآخرين. نهار طويل ونهار معقول يتعبكم شوي، كل شيء والشمس موجودة ببرج العقرب، فانتبهوا لصحتكم، بشكل خاص مواليد 24 و25 نيسان أبريل. بنتقل لبرج الجوزاء. مولود برج الجوزاء كتير مفروض يكون في جو ملائم لألكم مع وجود القمر ببرج الميزان، لأنه في نوع من تفهم لألكم، في انسجام، في نوع انه بتفهموا على بعضكم، بتحس انه بلقطوا انت بتلقط الامور على الطاير والناس بتفهمك وبتستوعبك بسرعة. من الايام الجيدة، وخاصة كل شيء والشمس موجودة برج العقرب، بكون تحضروا حالكم انه انتقال الشمس لبرج القوس بهيئكم لغير جو. تابعوا الابراج الشهرية بتعرفوا عن شو عم بحكي. الاكثر حظا 18-19 حزيران يونيو. بالنسبة لبرج السرطان، الجو اليوم عند مولود برج السرطان عائلي بامتياز. التأثيرات، الضغوط أو الأكتيفيتي، النشاطات اللي عم بتصير العلاقة بالعائلة، ويمكن المسألة هاي بتطلب منك أنه تكون متفهم أكثر وحاطط من طاقتك ووقتك بالنسبة للعائلة، للأحبة أو للبيت. انتقال الشمس بعد الظهر او المساء لبرج القوس بالنسبه لك معقول يرجع ينقل التاثيرات وتصير نوعا ما العلاقه بامور يمكن تكون روتينيه صحيه او حتى مهنيه. وبالنسبه للدرس رح بتلاقوا انه رح بتحسوا حالكم نشيطين اكثر او مضطرين تدرسوا اليوم مساء وخاصه بعطله الاسبوع. على كل نهار لا بأس به. الأكثر حظا 22 تموز يوليو. بنتقل لبرج الأسد. مولود برج الأسد بناسبك هالتغيير في مواقع النجوم، بناسبك تماما. أصلا القمر ببرج الميزان رح بيساعدك لحتى تتفهم وتوصل كلمتك ورأيك وفكرتك للآخرين، والناس رح تتلقف للفكرة بسهولة، والأجواء بعتبرها حلوة بالنسبة لمواليد برج الأسد. وهنالك نهاية لهيدا النهار، نهايته بتكون مفروض تكون سعيدة وحلوة مع وصول الشمس لبرج القوس. إذا نهار جيد من أوله لآخره. الأكثر حظا على الأرجح رح بتكون مواليد تموز يوليو، وبضيف عليها 22 آب أغسطس، 21-22 آب أغسطس. كمل مع برج العذراء. مولود برج العذراء القمر كان ببرجك باليومين اللي مرقوا، بداية لصفحة عودة إلى
مسألة حابب أنك أو أنت تنهيها، تشوفي شو هي في بداية لمرحلة كتير مهمة مع وجود القمر كان ببرجكم في اليومين السابقين. هلأ أنتم عم تتقدموا وفي احتمال أنه يكون في عندكم نوع من تقدم، نوع من تكريم لألكم، في احتمال أنكم تربحوا، في احتمال تصرفوا أيضا، فبكون تنتبهوا. مواليد برج العذراء الأجواء منها سلبية، الأجواء كتير حلوة وأنهار ممتاز لألكم، انتبهوا فقط من المصاريف. كلكم محظوظين بشكل خاص 26 27 28 اب اغسطس، ايضا 14 15 ايلول سبتمبر. مولود برج الميزان، القمر ببرجك بداية لمرحلة كتير حلوة وكتير مهمة وتبشر بتغيير وتبشر بانفراج. صفحة حلوة طبعا، شهر اللي مرق شهر أكتوبر يلي عيد فيه عيد ميلادك أو حتى جزء منكم بسبتمبر، كان كوكب المريخ مرافقكم، فكانت نوع من فترة شوي متقلبة وقلقة. هلأ دخلتوا بمرحلة أفضل. اليوم تحديدا مع وجود القمر ببرجكم هنالك إشارة حلوة، إشارة ضوء أخضر خلينا نقول، لحتى تبلشوا تتقدموا بخطوات كبيرة. المهم كونوا عارفين حالكم شو بدكم، لأنه الأجواء مهمة ورح تسمعوا أخبار مفروض تكون أخبار سارة لألكم بهاليومين، أو على الأقل أخبار حاسمة. بتبقى المواليد الأكثر حظاً مواليد شهر سبتمبر. بنتقل لبرج العقرب. اليوم مولود برج العقرب في نوع من هدوء في الأجواء ونوع من تغيير في نوعية الحظ. الحظ وكأنه واقف على جنب وكأنه بيطلب منك أنك تكون هادي وأنه بيطلب منك أنك تطول بالك. التسرع ممنوع، العجلة ممنوعة، حسم الأمور ممنوع. اليوم ستاند باي كله، وبدك تنطر، بكون توقفوا بالصف، يمكن في عجقة، يمكن تتأخروا، يمكن الطرقات في عجقة كتير، يمكن يصير في بلبلة، بتضيعوا غراض، بتتشربكوا، بتجاوبوا غلط على امتحاناتكم، فكونوا حذرين. نهار منه سهل خاصة لمواليد 23 ل 26 أكتوبر تشرين الأول، كونوا حذرين. بنتقل لبرج القوس. اليوم مولود برج القوس بقول له إنه نهاره ببلش جيد وبينتهي جيد جدا بل ممتاز، لأنه عشية المساء بتستقبل الشمس ببرشك، فبالتالي بتكون عم بتودع. اليوم هو الوداع لفترة الانتظار، هنالك بدايات حلوة ناطرتك. فلحتى لحظة وصول الشمس لبرشك، حاول مولود برج القوس انك تشتغل من كل قلبك، تحاول انه تزبط الامور، تلملم القصص، يكون في نوع من تلاقي في وجهات النظر، تبعد وتشيل خيبات الامل والمشاكل، ذيول المشاكل والالتباسات. فاليوم انا بعتبره نهار كتير حلو لاعادة المياه لمجراها الطبيعي. حضر حالك لاخبار السارة، خاصة مولود 18 و19 ديسمبر كانون الأول. بنتقل لبرج الجدي. اليوم مولود برج الجدي، خليني أقسم هيدا النهار. مولود برج الجدي لازم تعرف أنه حتى الساعة 5 بعد الظهر توقيت بيروت هي الفترة يلي هي نوعا ما أفضل من الفترة التي تبدأ بتمام الساعة 5 بعد الظهر بتوقيت بيروت. الفرق كتير كبير، وبالتالي حاول ما تترك أي شيء مهم على الإطلاق للمساء أو لبكرة. تابعوا الأبراج الأسبوعية. مولود برج الجدي في ضغط عليك اليوم، لكن الضغط منه سلبي، الضغط مش ليكسرك، الضغط لحتى تشهل بشغلك، لا تشهلوا بعملكم، وبتقدروا تستفيدوا من الجو الموجود، لكن تذكروا أنتوا رح بكونوا تحت الأضواء، كونوا حذرين. 7 8 9 12 و13 كانون الثاني يناير، 11 12 و13 كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الدلو. مولود برج الدلو، أنت مقبل على فترة مفرحة ومشرقة وإيجابية وممتازة وتبشر بتغييرات وبطلات حلوة. اليوم مولود برج الدلو مفروض من الصبح قبل طلوع الضوء يكون مبسوط. مولود برج الدلو يكون باله مرتاح ويكون مرتاح على حاله، على جوه، على كل الأمور من حوله. هنالك تفاهم معك، هنالك نوع من علاقة حلوة بتقويك أكثر مع محيطك، مع عائلتك، مع إخواتك. في نوع من مغامرة حلوة بدك تبلش فيها. كل الأجواء والإشارات إيجابية جدا. كلكم محظوظين بشكل خاص كانون الثاني يناير. بنتقل لبرج الحوت. اليوم مولود برج الحوت بقول له لمولود برج الحوت إنه الجو عنده اليوم
أريح من اليومين اللي مرقوا، يعني أريح من الأربعاء وأريح من الخميس، وكأنه هالغيمة راحت وهنالك نوع من مبادرة حلوة، وكأنه هنالك دعوة لمولود برج الحوت ولمولودة برج الحوت لحتى يلتقوا عدة أفرقاء ويلتقوا ويحسنوا الأمور أو ليتفهموا مع بعضهم. صحيح يمكن أنتم بإجازة، لكن اليوم بالنسبة لكم يوم بيسهل الأمور، سواء كنتم مع العائلة مع الأصحاب مع الأحبة، حاولوا أنكم يكون في لم للشمل. الأكثر حظا 18 و19 أدار مارس. بختم مع مولود اليوم، بقول له لمولود اليوم أنه بانتظاره سنة، بهيدي السنة رح بيكون فيها نوع من ضرورة للعمل أكثر على الذات لحتى ما يكون في اضطرار انكم تتكلوا على الاخرين. الاجواء جيده هيدي السنه اللي يمكن لورشات عمل، يمكن لشهادات زياده، لتعلم مهارات اكثر، لتقويه الذات ولتطوير الذات. ما معناتها انه سنه ما فيها خروج من الدائره الصغيره، بلا، لكن بكون اذا قويتوا حالكم اول شيء تقووا مع الخارج. الأشهر الأفضل بعتبر شهر نوفمبر ديسمبر، أيضا شهر أدار مارس ونيسان أبريل وتموز يوليو. بدي أتمنى لكم نهار كتير حلو وإلى اللقاء. باي باي.